احنا مكملين معكم بفقرات صباحنا لليوم من جزيرة أرواد وصباحها مسك. اليوم معنا صبية هي كانت عاملة شوية جدل، هي إذا مو بعض الأحيان كتير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عندها كتير متابعين. هاي الصبية طرطوسية، يعني اليوم ضيوفنا مميزين هيك من مثل ما بيقولوا من كل حديقة وردة، حبينا تكون معنا. هاي الصبية تميزت بضحكتها الحلوة، تميزت بتوقعاتها اللي دائما إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى على شاشات التلفزيون. هبة مبارك، بدي أقول لك مرحبا وصباح الخير. مرحبا حبيبة قلبي، أهلا وسهلا فيك وبكل الكادر اللي معك، نورتوا طرطوس، انتم ضيوفنا اليوم، اهلا وسهلا فيكم، نورتونا اكيد. اهلا فيكي. شفتي السمكه الحره؟ بتجنن. انت بتحبي السمك بقى؟ والله باكل سمك كثير، هو عاده من المواد الغذائيه اللي كثير نحن هون بنعتمد عليها بطرطوس كونه اهل الساحل. يعني هو طاقه جسم بس ما لنا علاقه اليوم بطاقه الابراج. لا هبه بدايه هيك خلينا نحكي اليوم معك، وقت نقول هبه مبارك في كثير اشارات استفهام انه هاي الصبيه الطرطوسيه اللي ظهرت فجاه بعلمها وبضحكتها الحلوه وكان عندها محبين كثير بحياتها، اليوم قديش الناس اخذه من حياتك هبه؟ والله هن اساس حياتي فيك تقولي، يعني الحمد لله رب العالمين، عم حاول وصل دائما رسالي، هي نوع من التوقعات ونوع من بث الامل. مثل ما بتعرفي تفائلوا بالخير تجدوه. بهالزمن اللي نحن وصلنا فيه، بتعرفي الظروف الاقتصاديه والوضع كله بالعام في صعوبه، يعني سوريا طالعه من حرب 13 سنه، صحيح. فيمكن صرنا نحن بحاجه لنقطه امل، ذره امل توقفنا على جريتنا، فبحاول دائما انه اقدم شيء له علاقه بتفاؤل بامل. الناس تعلقت تمسكت انه هبه مبارك يعني في تفاؤل، تعالوا نسمع هبه بتعطي في ايجابيه بالقصه. الحمد لله والحمد لله قدرنا نوصل، هي اكبر دليل على انه الانسان اللي بيزرع بسمه بيعلق باذهان الناس. يعني طبعا هبه انت خبيره علم طاقه اليوم وابراج وخلينا نقول الوان وفلك، فاليوم انت عم تعتمدي على العلم اكثر ما نكون نروح لموضوع التوقعات. في ناس بعض الناس يعني اليوم بتقلك انه كذب المنجمون ولو صدقوا، يمكن هاي العباره بتزعج بعض الاشخاص او بعض المعنيين بامور الفلك، بتزعجك شيء؟ بتخليك تحسي انه انت اليوم عم تشكك بمصداقيتك مع الناس؟ هلا انا الحمد لله اقل 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 حدا بمجال الفلك بتعرض لهي الكلمه. ليش؟ لانه 90% من التوقعات اللي بقولها عم تلامس يوميات الناس اللي عم تتابعني. هي شغله ثانيه، هيدي الكلمه بتزعج الشخص يلي ما بيعرف شو معناها. وقت اللي قالوا كذب المنجمون ولو صدقوا، قالوا كذب المنجمون ولم يكذب التنجيم، التنجيم موجود من تاريخنا. ما كانوا يفوتوا بغزوه الا حتى يشوفوا حركه القمر، يسالوا العرافين، يسالوا المنجمين، اليوم مناسب من تاريخنا يعني موجود. صحيح. بس في شغله بدي اقول لك اياها هون، نوه عنها ودائما كنت بقولها انا عبر حلقاتنا التلفزيونيه، بقول انه حتى بالطب في اطباء بتفوت بمجال عمليات بتفشل، بيموت مريض تحت ايدها، فيني اقولوا انه فشل الطب؟ لا، في اطباء ناجحين واطباء غير ناجحين، بس ما فيك تعطي السمه كلها للطب بحد ذاته. نفس الشيء التنجيم، يعني انت اللي بتابع حركه النجوم بشكل دقيق ويومي، هذا انسان بيقدر يعطي توقعات نسبه نجاحها كثير كبير. يمكن الاشخاص بيشتغلوا على حالهم بهذا المجال عم يعطوا اكثر، وهبه اليوم انت من الاشخاص اللي بتتابع يعني اليوم بشكل يومي وبشكل دقيق، بس تتعرضي لانتقادات هبه؟ هلا الحمد لله المحبين اكثر، انا دائما طلع على نص المليان. والسلبي اليوم بتردي او بتكفي؟ لا 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 بعد، لانه في عندي ناس اكبر بكثير 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 عم تتابعني وبحاجه دائما لطاقه امل نزرعها بيناتنا لحتى نريح الارض شوي هالناس شوي، فانا ببعد شوي عن السلبيه حتى ما يشحنوني بطاقه سلبيه. طيب. والحمد لله المتفائلين كثار معي ان شاء الله هيك بهذا الصباح الايجابي وبهذا التفاؤل اللي عم نعيشه اليوم مع هبه، فعلا بتعطيك هاي الطاقه الحلوه لقلبك. هبه كون عم نحكي بالسوشيال ميديا والانتقادات والاعجابات، قد ايه عدد متابعينك اليوم على السوشيال ميديا؟ هلا انا عندي اكثر من 7 صفحات على الفيسبوك، عم اتواصل من خلالها كلها، يعني عم بحاول اني بث مباشر على صفحاتي كلها على الفيسبوك، يعني تقريبا عندي يعني تقريبا 2,600,000 متابع على خربشات بنات مع هبه مبارك. كمان في عندي على اليوتيوب اكثر من 4 قنوات، على فكره القناه المميزه عندي على اليوتيوب جرعه تفاؤل مع هبه مبارك، يعني نحن بنحاول دائما ضخ الطاقات الايجابيه بهالظروف الصعبه، نحاول نوصل رساله فيها شويه امل، بنزرع منه دائما، الانسان اللي بيزرع شيء بيحصده، اكيد نحن بنزرع امل لنحصد خير ان شاء الله. حتى عنا على التليجرام، على اليوتيوب، الكل عم يتابعنا حتى على الانستا، الحمد لله يعني موجودين بكل مكان. اكيد هذا العدد يعني ما كان عن عبث، اليوم في تجربه مع هبه مبارك يعني، ودائما مثل ما قلت اليوم نحن بحاجه لهدول الاشخاص بحياتنا اللي بيعطونا هي الطاقه الايجابيه لنكفي. كونه عم نحكي على الطاقه اليوم رح نبعد شوي عن موضوع الابراج، مع انه كل حدا عم يشوفنا يمكن ناطر اليوم وقت شافك ليسمع برجه اليوم مع هبه ومن طرطوس ومن جزيره ارواد. اليوم خلينا نحكي هيك بشكل عام، ملوك الطاقه
بهي الفترة الأبراج؟ هلأ بدي أقول لك أول شغلي، يا نيال نيال نيالك يا جوزاء، يعني بهيدي الفترة بدنا نقول للجوزائيين كل عام وأنتم بألف خير. فاتت الشمس لعندكم، المريخ ببيت ثالث، فالجوزاء هلأ أمام فترة من ذهب. أيضا بدي أقول مبروك لمواليد برج الميزان، هلأ بلشوا يرتاحوا إذا الله راد، في أخبار وانفراجات حلوة لقدام مع أنه كان أكثر حدا تعبان الفترة الماضية. كمان مواليد الأسد طبعا، المخرج والمعد معنا من برج الأسد، فأكيد زعماء الأسد الفترة القادمة. يعني نحن ما مالنا من الحب جانب كونه كمان برج ناري. أنا هون رح أقول لك سر، هلأ الزهرة من 6-6 فايتة على الأسد، كل شيء اسمه برج ناري حتطلع طاقة السعادة عنده للألف يا رب. يعني بالمال بالحب بالعمل بكل شيء، الحمل القوس الأسد بيتربوا على عرش الحظوظ الفترة القادمة. ماديا الفترة القادمة السرطان والجدي حيلعبوا بالمسار. سرطان والجدي النص الثاني من السنة كلها لإلهم، يعني ما شاء الله الزهرة والمشتري بمواقع أجمل مواقع فلكية لإلهم، فأنا بقول النص الثاني من السنة إذا بنقسمه لحدا، من ناحية المشتري بيدعم الأبراج الترابية، من ناحية الزهرة بتدعم الأبراج النارية، وكمان سرطان والجدي في عندهم نصيب كتير كبير من الحظ. أنا بتوقع النص الثاني من السنة حتى سوريا رح تعمر، سوريا من مواليد برج الحمل. من برج الرشا الرائعة، سوريا حمل وفايت المشتري على بيت ماله لسوريا، فحتعمر سوريا إن شاء الله يا رب بدءاً من النص الثاني من هاي السنة. وأكيد رسالة موجهة لكل الأبراج، حاولوا تسعوا قدر الإمكان بالنص الثاني من 2023، لأنه الطاقات ما حتكون لبرج واثنين، الكل 12 برج اللي بيسعى بيوصل، هي سنة السعي على كل حال، اللي بيسعى له رح يوصل أكيد لأهداف. وبتوقع في أبراج رح تسمع كلمة مبروك ما بين السابع والثاني، اللي هنون يعني الثور حيسمع كلمة مبروك 100%، ناطر مشروع سفر وحيصير. هلا بنقول أكيد مبروك لكل الأبراج السورية مو بس للثور. في عنا كمان مواليد برج الأسد الزهرة حتدعمهم، والأبراج النارية كلها ككل. الميزان في عنده طاقة مال قوية كتير. على فكرة أنت يا رشا الحمل بزعل منك، الحمل لك شغل، وأنا حقلك كونه هي المذيعة لازم ندعمها، أنت في عندك مصالحة مع شخص تفرحي فيها جدا، لقاء بصديق من زمان ما أنك شايفتي، أمور مالية بتريحك من تعب وضغوط الفترة الماضية، فكل حدا بيعرف أنه في حدا برجه حمل تقربوا منه لأنه جايته مصاري. بس المشكلة الحمل يعني بياخد من هون مصروفه كتير، صح ما بيلحق له، يعني مثل ما بيقولوا بشيل من هون بحط من هون، يعني سر. يمكن هاي القصة حقلك سر، الفترة الجاية حتلحقي وحتزيدي وحت إن شاء الله حتخبي على جنب شوي، هذا مشتري محي الله يا رب، يعني له 12 سنة مزار بيت مالك. طيب هبة، كونك ذكرتي هيك سريعا موضوع الطاقة اليوم، وقت اللي أنت قلتي كلمة أنه تفائلوا أنه الفترة الجاية حتكون أفضل، يعني حتى على بلدنا سوريا، اليوم نصيحتك كخبير الطاقة اليوم شو بتحبي توجهي للأبراج بعلم الطاقة ليقدروا يجذبوا هذا العلم بالنهاية؟ هذا علم لك أنا، بس في شغلي هون بدي نوع عنا، نحن دائما في عنا طبع الناس بشكل عام بيطلبوا يا رب دخيلك تبعت لي، يا رب دخيلك توفقني. لو نعتمد شوي البعد عن هذا الموضوع ونفوت بمجال الحمد، هلا انا كانسان بيجي لعندي حدا اول يوم بيشكي لي بسمع له، ثاني يوم بيشكي لي، ثالث يوم بقول له خلص انا جعني نفس الشيء الكون. صح، انت وقت دائما عم تطلبي دائما طاقه فقر هيدا انت عم تبعدي عنك طاقات الخير. بس وقت واحد بيقول الحمد لله على الموجود، الحمد لله على الصحه، الحمد لله على نعمه الاولاد لحاله، طاقه الجذب بتقرب منك اكثر، طاقه الخير بتقرب منك، طاقه الحمد هي اللي بتزيد الخير. فدائما انا بقول لكم، البول يعني على البث المباشر دائما بقول لهم انه حاولوا دائما تحمدوا الله على الموجود، ما نفكر بالمانو موجود، نفكر بالموجود ونحمد الرب عليه، والباقي دائما على رب العالمين. ودائما بقول انه دائما علم الغيب لا يعني بإيد رب العالمين. اكيد يا هبه، انبسطنا كثير بهذا الصباح الحلو معك وبهي الاجواء الحلوه، بنتمنى هيك نشوفك. انت قوس يعني بتتوقعي لحالك احيانا هبه؟ يعني اكيد بتزبط بتزبط توقعاتك مع لحالك؟ حتى هلا قوسين الفتره القادمه اخذين من الزهره والمشتري فوق الريح، فان شاء الله هيك بالتوفيق لكل الاقواس. شكرا هبه، كلمه اخيره هيك اذا حابه تقولي شيء. بدي اتشكر وجودكم وهالدعوه الحلوه الجميله، انا بدي اتشكر الشوام اللي اجوا لهوني اخذوني على ارواد، لانه انا يعني ماني زايرت كثير من قبل، اجيت مره ومرتين، عندي فوبيا شوي من البحر، فشكرا لكم واهلا وسهلا فيكم ونورتونا. شكرا لك يا هبه، وشكرا لاهالي طرطوس اليوم، كانت الاستضافه كثير حلوه وانبسطنا بهذا المعلم الاثري الجميل. شكرا يا هبه، رح تضلي نحن معنا، انت كنتي ختام برنامجنا لليوم، ومثل ما ودعناكي اكيد بدنا نودع كل المشاهدين.